Number six, have صايرة having إضافة ال ing. هذا فعل صاير فعل مستم، هذا have آخر ال e أضيف ل ing. عندي run أيضا فعل، طبعا هذا مبين فعل رأسا أضيف له شنو ing. فش راح أقول شلون أميز يعني هسا هذا فعل ضفت له فعل ing. عندي هنا أيضا فعل راح أضيف له ing، بس هنا عندي ملاحظة قبله أكو حرف علة لازم تكرر الان بعدين أضيف ing. عندي سؤال السابع يجي دائما يطوكم مضارع صاير ماضي by boat teach شو تصير تصير tote. مرات منطيج مثلا تصريف ماضي منطيج يا يقول سوي لي يا تصريف ثالث للفعل، انت ايضا عندك هنا ماضي تسوي تصريف ثالث للفعل. هذا يسمونه قلنا سؤال الاملاء، كل نقطة يحكي عن موضوع من الاضافات اللي انت تاخذيها.